هل تعليم اللغة الغولفية سهل ولا صعب؟ ولو أنا عايز أتقنها مثلا تاخد مني قد إيه؟ على ضمانتي 5 شهور. على ضمانتي 5 شهور. 5 شهور. ولو أنا كسول؟ إيه؟ لا ما هو كسول دي بقى يعني هتتعبني شوية. آه. لو هتطول معاك يعني ممكن تاخد اكتر من كده. بس بص في زباين اهو كنا راجعين المدرسه عم بيقولوا لي هو الموضوع مش محتاج نشاط. يعني انا مش محتاجه من وقتك غير 10 دقائق يوميا بس. طيب في معادله البراكتس نعملها ازاي؟ البراكتس من خلال الصور والنصوص. يعني مثلا احنا خدنا النهارده كام علامه. مطلوب منك ان انت تمارس الكام علامه دول من انك انت تطلعهم من الصور اللي انا بتاعت الاصوات. فانت عينك يعني هتغذي عينك بيهم اللي هو انت شفت الصوره وقلت نطقها. انا شفت في الصور اطفال وناس صغيرين. بيجي لكم اطفال يعني متحمس ان هو يعني يتعلم اللغه؟ يعني وفي منهم كمان يعني احنا عاملين يعني انا كنت عامله ورشه للاطفال. بفاجئ ان الاطفال لا احنا عايزين بتاعه الكبار وبيدخلوا وبيتقنوا معانا. يعني بيبقوا متحمسين واهاليهم ذات نفسهم هم اللي بيبقوا متحمسين ان هم يخلوهم ياخدوا الكورس. فدي حاجه اصلا بتفرحني. يعني انا ساعات بقول لهم ايه طب انتوا عندكم امتحانات طب انتوا عندكم كذا طب وبيطلعوا شاطرين في الاخر الاطفال جدا جدا يعني يعني انا كان معايا بنوته في زياره المتحف الاخيره السبت اللي فات هي عندها 15 سنه وواقفه بتقرا لباباها جابت باباها معايا في المتحف. حلو قوي. وكانت اول مستوى لما خدت معايا كانت لسه في المستوى الاولاني قالت لي انا رايحه مع بابا وماما المتحف بكره وقلت لهم اي نص هقراه لكم هاخد عليه هديه. فقلت لها طب حلو. رجعت قالت لي ماما وبابا كانوا متفاجئين بينا. فلا الموضوع بقى جميل جدا. وفي ساعات بيبقى اصغر من كده 7 سنين و10 سنين بيبقوا اهاليهم هم اللي طالبين. فدي تثبت ان الشعب نفسه او المصريين ذات نفسهم بقى عندهم شغف للموضوع ده. ده افكار لطيفه جدا. طب سؤال تاني. اللغه الهيروغليفيه كانت لغه مختلفه عن كل محيطها رغم ان هي بدات مع اللغه المسماريه السومريه لكن احنا كان لينا طبيعه خاصه في استخدام الرمز وفي خط الكتابه نفسه من فوق لتحت ولا من تحت تعرف كل لغه ليها. فاحنا كنا دايما لينا مواصفات خاصه في الهيروغليفيه. هل دي خط تمثل عارف وايه هي المواصفات المختلفه عن اي لغه ثانيه؟ بص حضرتك المصري القديم او الكاتب المصري القديم كان عنده فن استغلال المساحه. يعني هو دلوقتي قدامه أثر أو حلو. قدامه جدارية جميل. هينحتها إيه تمثال لوحة باب وهمي جدارية كاملة فهو يشوف الملك. المساحة بتاعته لا وهل في أشخاص واقفين ولا بالزبط. لا فهو كان بيعمل إيه عشان تعرف إن هو ما كانش كاتب الكلام ده ليه هو عارف إن في أجيال بعديه فكان يعمل لك مثلا لو إحنا في 2 قدام بعض الملك مثلا وقدامه حد تاني بيقدم حاجة لده هو عامل لك الكلام كأنه ديالوج ما بينهم. يعني الاتنين باصين لبعض زي أنا وحضرتك دلوقتي فهو يرسم النص الواحد بالاتجاهين. ما دي بقى انا عرفت الموضوع ده بس ده اللي كان محير بالنسبه لي جدا ازاي بالاتجاه ممكن من تحت لفوق من فوق لتحت. لو جبنا صور للنصوص ممكن اوري لحضرتك على النصوص. هو ممكن لو تحط لنا نص هي بتتكتب من فوق لتحت يمين شمال او شمال يمين. يعني بتتكتب راسي وممكن تتكتب افقي من اليمين للشمال او من الشمال لليمين يعني عربي وانجليش الاثنين. وممكن من تحت لفوق بس دي النصوص السحريه. الانسان يعرف بدايه دي بقى النصوص السحريه. ما النصوص السحريه دي لغايه دلوقتي النصوص لم نعلم عنها كثيرا. لا موجوده. يعني مثلا لا النصوص على دي ممكن تنفع. لا هو دي كانت دي اول لا النصوص على الجدران يعني دي اول اللغه الهيروغليفيه على الجدران يا جماعه اسامي الاعلام. هو يعني دي كده بيتعلموا الحروف الابجديه باسامي الاعلام. دي من عندك من فصل دي يعني الشباب كان ده الواجب. ده كان الواجب. ده الواجب مثلا. يعني مثلا بص حضرتك الراجل ده باصص ناحيه اليمين قدام المائده بتاعته فمفروض ان الكلام اللي فوقيه يخصه. فالكلام كله لو حضرتك بصيت هتلاقي ان كل العلامات باصه ناحيه اليمين. ايوه. وفي نفس الوقت المساحه دي عرض فيكتب فيها بالايه؟ بالعرض. اوكي. القرايه منين؟ من عند ايدي كده من اليمين للشمال. ده اللي فوق. ده اللي هو الجزء اللي فوق واللي تحت ما هو ما بيلعبش واحد كده واحد كده. اوكي. هو هيلتزم بالفقره بنفس الاتجاه الفقره كلها. اوكي.
طب انت عرفتي، طب يعني انت حضرتك عرفتي تقري اللي تحت؟ دي الالقاب بتاع ده جزء من باب وهمي بتاع شخص اسمه ميحو. المقبره بتاعته موجوده في سقاره. ايه ده الدكتوره شاطره قوي، احنا جايبين هم جايبين يعني احنا جايبينها كده يعني ودي بالنسبه لنا كله هيروغليفي. ايوه بالظبط انا بتكلم هيروغليفي. ودي الالقاب بتاعته. واسمه هو هنا عمل حاجه في الجزء ده ان هو كتب الالقاب بالعرض، بس عشان انت كل ما تقول القاب وتروح قايل اسمه جه عند اسمه وكتبه بالطول في الحته اللي عند البومه دي. اوكي. فانت كده على فكره احنا النص ده احنا جبناه راندم ليه كده يعني جبناه بشكل عشوائي. فانت هتقراه مرتين. فكده يضمن صاحب الاثر ذكره حي، اسمه عايش. طب والنسر ده بيرمز ده يعني مثلا ده حرف ولا دي بومه؟ البومه. البومه ده حرف الميم. واللي تحتيها اللي هو الكتكوت الصغنن ده ده فرخ السمان حرف الواو. اوكي ماشي. وما بينهم دي ده عباره عن قربة مقطوعه، والبعض بيقول ان هو شبه الكرباج. دي اسم او العلامه اللي بتقول مح، فهو كده محو. مح يعني يملا. أوكي. محو. ماشي عرفنا محو اهو. انا بشكر حضرتك على الفقره الجميله دي وسعيد جدا، وفي زباين عايزين يبداوا يتعلموا هيروغليفي وانا اولهم. مره ثانيه بشكرك، مجهود الحقيقه يحترم، وكويس انه في ناس حريصه على احياء كل تراثنا الحقيقه سواء كان ماديا او غير ماديا. بشكرك مره اخرى الدكتوره نوره محمد الباحثه الاثريه ومؤسسه مدرسه هيروغليفي. لقائنا في الدرس. شكرا لحضرتك، تنورنا ان شاء الله. نورتينا. ودعم بالهيروغليفي يعني ايه؟ لا عايز اقول للجمهور باي باي مثلا. اشوفكم على خير بقى. ام حتب. ما اي ام حتب دي معناها ايه؟ اشوفكم بخير. ما اي ام حتب. نشوفكم على خير بكره.